بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو دوت هنتكلم فيه عن الثلاجات اللي موجوده ومتوفره دلوقتي في السوق المصري، وايه الاسعار بتاعتها بتاعت شهر 9، وايه افضل الحاجات اللي موجوده حاليا في السوق المصري. عندنا هنا دي كريازي اسمها سوليتير تيربو، ديت اللون بتاعها صوب مقبض، دي 14 قدم نفرس ما بتعملش تلج، السعر بتاعها 18,000 جنيه. ده من 10 سنين كريازي، طبعا دلوقتي بقت معروفة، بقت منتشرة دلوقتي في السوق المصري. هي سعرها الطبيعي النهاردة بيكون حوالي 15,500 او 16,000 من قلب الشركة، بس هي بالسعر دوت النهاردة عشان خاطر مش متوفرة في السوق المصري خالص، والزيادة اللي هتنزل بتاعتها هتبقى ازيد من 18,000 بكتير، ان الزيادة بتاع الكريازي هتبقى جامدة شوية، ان شركة العربي لسه مزودة النهاردة الثلاجات بتاعتها. عندنا دي بيكو 600 صفحة 555 لتر، دي ستانلس بحنفية، ده الحجم بتاعها اهوت الداخلي. دي سعرها 52,800، بتكون سمارت انفرتر موفرة للكهرباء. دي بيكو 448 صفر 408 لتر اسود انفرتر 18 قدم، ديت سعرها النهارده 29,000 جنيه. عندنا دي بيكو كومبي اللي هي الصغيرة، ده رقم الموديل بتاعها اهوت، شاشة ديجيتال زي ما احنا شايفين، دي الرفوف بتاعتها كومبي مع الصغير، دي ممكن تتاخد تلاجتين منها وتتعمل توينز، يبقوا تلاجتين جنب بعض. دي سعرها 27,500. عندنا هنا فريش 400 اللي هي 369 لتر 14 قدم، بلازما نوف روست، اللون بتاعها بيكون اسود، سعرها 18,300. دي كريازي 18 قدم 450-480 لتر، الموديل بتاعها 500، سعرها 26,500. عندنا هنا دي تورنادو عربي، موديل بتاعها 51-395 لتر، ديت الحجم بتاعها بيكون 16 قدم لون اسود، بيكون برضو فيها انفرتر موفرة للكهرباء، سعرها 29,500. دي وايت ويل 430 لتر بحنفية، توفر منها اللون الاستانلس واللون الاسود، وفي منها من غير حنفية، كل حنفية ديت سعرها 25,000، من غير حنفية سعرها 24,000، بشاشة ديجيتال، وديت حجم الفليزر بتاعها اهوت، وايت ويل بالثلاجات المحترمة، عليها حجم دلوقتي في السوق المصري مطلوب من الجودات الكويسة والإمكانيات المحترمة اللي بقت موجودة في السوق. عندنا هنا دي وايت بوينت العبد، دي 18 قدم نفرس 420 لتر، سعرها 32,500. وايت ويل برضو وايت بوينت، انا اسف، العبد الصيانة بتاعتها متعبة شوية لكن الجودة والحاجات المحترمة. دي الكترو ستور 14 قدم، زي ما احنا شايفين اهوت حجمها، ديت عاملة 11,500، في منها اخرى بالظبط اللي هي النفرست بتاعتها، سعرها 18,500، الكتروستار برضه جودة كويسة، في ديت 12 قدم نفرست سعرها 15,000 جنيه. ده كده بالنسبة للجزء اللي موجود هنا، هنبدأ نشوف الجزء اللي موجود هناك والأسعار بتاعته. طبعا كل الثلاجات ديت بالشرح والإمكانيات بتاعتها نازلة في فيديو، بس في ناس كتير طلبت تحديث أسعار فاحنا بننزل تحديث الأسعار. دي ثلاجة ال جي 14 قدم سعرها 24,500، تركي الجديدة، طبعا ال جي دلوقتي بقى في منها اندونيسي في منها تركي، فريش 12 قدم نو فروست، ده حجمها، سعرها 17,500، فريش 18 قدم بحنفية زي ما احنا شايفين اهي حجمها كويس، كمبروسر ال جي وضمانها 10 سنين، سعرها 24,500. كريازي 14 قدم اسمها سوليتير، رفوف عادية مش ازاز، عاملة 17,350. تورنادو العربي 580-450 لتر 18 قدم،
سعرها 32,000 جنيه النهارده، لسه ما نعرفش الصراحه الزياده بتاعتها هتبقى كام. بيكو 16 قدم 300 67 لتر سعرها 26,500. بيكو طبعا من المنتجات المحترمه دلوقتي واللي هتاخد مساحه كبيره قوي في السوق المصري. وايت بوينت العرض 451 لتر 20 قدم سعرها 34,500. هاير 550 4 باب من افضل الحاجات الاربعه باب دلوقتي المتوفره في السوق المصري، سعرها 60,000 جنيه. فريش 16 قدم ديجيتال بلوتوز الجديده، فريش برضه من جوده كويسه والحاجه المحترمه، سعرها 23,500. عندنا هنا البيكو اللي هي 557 لتر سعرها 46,500. واخر حاجة معانا هنا في الفيديو هي يونيون اير 14 قدم، ودي طبعا ما بنصحش حد يشتريها خالص، سعرها 15,850. انتظروا ان شاء الله الفترة اللي جاية هنزل لكم تحديث فيديو عن اسعار البوتاجازات ان شاء الله، بس هيكون بس مباشر وهنحدده معاكم الفترة اللي جاية. شكرا.